السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم الحلقة الثانية من لعبة آنو 1800. بس قبل لا نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، وخلونا بسم الله نبدأ. بتلاحظون الحلقة هذه مرة متغيرة عن الحلقة اللي راحت. ليش؟ لأن الحلقة الأولى كان الماب اللي احنا مختارين كان مرة خايس بصراحة الماب، فكثير قالوا فايز الماب غيره، الماب ما ننصحك فيه. فغيرنا الماب، هذا بث بتويتش، فغيرنا الماب بث أمس بتويتش ولعبنا ووصلنا المكان اللي وصلنا له الحلقة اللي راحت. بعد تقدمنا توقع شوي، حطينا الحين بناخذ جزيرة ثانية، وإن شاء الله راح نستمر بالسلسلة هذه. فشكرا لكم على الدعم، ولا تنسون الاشتراك يا شباب، استمتعوا. أوكي، الحين وضعنا تقريبا بالسليم، بس قاعدين نخسر، بس تقريبا بالسليم. كيف فايز بالسليم وانت قاعد تخسر؟ لأننا بناخذ جزيرة ثانية. الجزيرة هذه اسطورية مرة حلوة. طيب يمدينا الحين نطور كم بيت بسرعة، لأن عندنا متوفر تقريبا جميع الأشياء، صح؟ يس، نطور البيوت هذه. اوكي طيب خلاص روح. طيب شو ناقصكم؟ انتوا شو ناقص عندكم؟ عندكم التطور ليش؟ خشب، مشكلتنا بالخشب. طيب الخشب ما زال عندنا مشكلة 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 بالخشب. الخشب عندنا كثير، بس المشكلة بالتقطيعة. فبنضيف من الأشياء هذه، تقطع هنا، تحط هنا. اوكي، هذا عند الوير هاوس هنا، فاضفت اثنين، ان شاء الله يكفي الانتاج. طيب السفينة ما وصلت للحين. ثمانية خشب ما يكفي، صح؟ طيب فتح لنا الاشياء الجديدة، الطابوق. في معمل طابوق هنا، وفي معمل طابوق انا شفته هنا. وين راح هذا؟ حط اثنين حاليا. اوكي، ما راح اسوي الطابوق لين يخلص المعمل، لين يصير ينتج عندنا طين. والله الخشب عندنا مشكلة، خشب خشب. خلنا نسوي حق خشب ثاني هنا، لان المنطقة هذي كلها مليانة خشب. ايوه، نطلع عن خوية شوي، صار 100%. نحط له طريق من هنا. الله، انت الهور هاوس هذا ما يكفي. اوكي، نحط لك واحد هنا. شوف لانه يروح للوير هاوس البعيد، فعشان كذا لازم نبني هذا بسرعة كمان، عشان هذا يبديه يشتغل. اوكي، وصلت السفينة، ممتاز ممتاز ممتاز. سوينا، صار عندنا جزيرة ثانية، وأحلى شيء إنهم قريبات عند بعض، هذا أحلى شيء. طيب ما راح أشتغل على السفينة، ما السفينة هذه، على الجزيرة هذه حاليا، بس أهم شيء أخذتها. نخلي السفينة تروح تستكشف المنطقة هذه. بنكمل هنا، نكمل هنا. Jorgensen, chairlady of the Jorgensen Foundation. I can't wait to work with you. Okay. استكشفنا جزيرة. Okay. والله أحس إن إحنا أفضل منها بالتطور. طيب سفيرتنا. روح هنا لآخر الخريطة. إن شاء الله ما تموت يا حمد. إن شاء الله. طيب الطين عندنا. اوكي طيب الحين عليك. نحتاج نطور مباني، لان نحتاج عمال.
عايز الخشب لا يروح. اور اللي هنا بوحدة خشبة، 60 عامل يكفوا حاليا. Thank you, thank you. طيب ايش كنت مسوي؟ احنا عندنا بطاط كثير صح؟ يا بس ما سوينا هذا المصنع، فخلونا نحطه هنا عند المستودع عند كل شيء يبدو يجيبون ويحطون. حاليا اتوقع واحد يكفي. هذا ينفجر اللي انا عارف باللعبة ان هذا اذا انفجر اعدم المنطقة اللي بجنبه، بس ان شاء الله ما ينفجر. فعشان نضمن انه ما ينفجر نحط هذول هنا ان شاء الله يحمون ان شاء الله. حطينا حق ملابس، حطينا هذا، نحط لهم حان عشان يستنسون لانهم زعلانين مرة زعلانين. أبغى يغطي على منطقة كذا. أوكي. أوكي، استكشفنا جزيرة الأخ هذا. لا مو هذا. السجن صح؟ يب هذا السجن. I'm not the type to think all people bad. So let's just wait and see how you go. الله يستر من هذا، بس الحمد لله انه بعيد عنا، هذا احلى شيء انه بعيد. طيب سفينتنا تعال هنا لان هذا عنده مهمة. يب يب ارجع. اوكي اوكي طيب وضعنا شلون؟ وضعنا الحمد لله تمام، بس قاعدين نخسر. كيف تمام قاعد تخسر كذا؟ مين هذا؟ هذه من الحلقة اللي راحت وهي بس رايحة جاية عندنا، الله يستر منها. يا هذاك شكله ناوي علي والله يفكنا شره. طيب خلونا حطت له هذه، يس حطت له ينبسطون فيها. شوفوا انبسطوا شوي، ممتاز. الحين الطابوق 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 عندنا الزحمة الطين الحين، فبحط معمل الطابوق عنده قريب. لا خلها هنا. حط ثاني هنا اوكي عشان يصير عندنا طابوق. الحين نبدأ بمزرعة الحيوانات الكريهة. هاي تحتاج منطقة كبيرة لأن نحتاج نسوي منهم زحمة زحمة زحمة. بس قبل ما دام عندنا صوف كثير نبي نسوي حق السفن. ايش كان يحتاجه؟ 50 عامل. اوكي 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 تطوير تطوير يا شباب. اوكي 150 بس نحتاج الحين عمال الثانيين. كان في اختصار هذولا. خلينا نحط بيتين هنا. لا اوكي في مهمة بس دقيقة راح اجيكم شوي، بس انتظروا. خلص الخشب، الخشب خلص. طيب وش عندهم؟ ليش يبغوني صوره؟ ما ادري بس يبغوني صوره. I present my humble duty to you and am confident you will transcend your present circumstance. اوكي صورنا. مين هذا؟ اللي صورنا له الصوره. طيب عندنا عمال 150 يوثر على مصنع الصابون. اوكي حقت الصابون.
ايش كنت بسوي؟ يا بسوي حقه الاشرعه بس ما عندنا خشب. الخشب مشكله. ما عندنا خشب، ما عندنا طابوق. اوكي نحتاج طابوق زياده. طيب على بال ما يجمع عندنا الطابوق، خلونا نجي نسوي منطقة الخنازير. بس منطقة تكفي يا الحبيب. شيل هذا، عطني هذا. الله، ممكن يرحم والديك غيره. كيف خلي منطقة الخنازير الجبل هنا؟ Entirely marvelous. Look at the تمام بروح. والله ثلاث مزارع خنازير تمام. نحتاج مواطنين في طريقة تحددها بسرعة. سبعة ما يكفون كم بزيد؟ سرعة ثمانية. كم بصير؟ A competitor raised a settlement. طيب مين هو؟ أتوقع أن هذا نفسه. يخرب بيته، مرة سريع هذا، مرة سريع. الله يستر منه. طيب سفيرته وصلت. إيش عنده هذه؟ I just know you'll give for a worthy cause. I feel better already. سفينتنا حمد لا تستطيع، تعال قرب هنا. يس طيب يعني نمشي معها بس. اوكي حمد عندك مهمة صعبة، تحمي السفينة هذه. الله يستر. شي شيل هذا، كيف شيلها؟ تحكم حيانا يا قهر. انت مين؟ هذا؟ حمد معك اسلحة. كفو حمد، كفو. كفو حمد. حميناها. طيب وين بتروح؟ ومين الشخصية اللي قبل شوي ما كان معنا؟ ما ادري، شخصية غريبة. طيب ممكن اعرف المسافة قريبة ولا بعيدة؟ اوكي ان شاء الله الطريق آمن قدامنا. اتوقع بتروح فوق هنا. طيب خلنا نرجع لبعد شوي. كيف الوضع عندنا؟ الوضع تمام. الحين نمدينا نيجي نسوي حق السفن. حطه هنا. اوكي هذا يسوي الأشرعة، فنحتاج أشرعة كثير عشان نسوي حق السفن. بس تصدق في مستودع مرة مهم، تحتاج عشرة طين. هل الطين عندنا كثير؟ 25 نسلق 4. أبي أسوي حق طين ثاني.
أو حق طابوق قصدي، بحطه هنا، وبحط ثاني بعد هنا. خلنا نرجع نشوف إيش صار على. أوكي وضعهم تمام. متجه من القراصنة، القراصنة أكيد إنهم هنا. إحنا ما استكشفناه بس أكيد إنهم هنا. الله يستر. يب يب شوفوا قراصنة. رسبنا فجأة. واو سفينتين. لحظة أنا شدد انتباهي في جزيرة هنا صغيرة. ليش في جزيرة هنا ما أدري. حمد أرو وصلوا. هذا مفروض ما محو قنابل السفن هذه. Ship under attack. يا مفروض ما محم. يا حمد ليش ما تمشي وانت وقف فجأة وقف. ليش وقف؟ كمان يمديك تطلق عليهم وانت تمشي. ما اشوف وين راحت سفينتها. كمان في قراصنة بعد. اختفت ما يمدينا اشوفها لانها داخل الضباب. وين راجع؟ وين؟ يا الحبيب المهمة هنا. القبطان حمد تبيلها تبيلها دراسة من جديد. حس تفجرت سفينتها. سحب فرابل. يا تخلت في خيار خليك تفتح الخريطة بس حس قش. الله وين راحت؟ والله ودعت المرة. بطيئة السفينة. مفروض السفن صغيرة مفروض انها ما يأثرون فيها فيمديها تطلع. كمل لا توقف. المشكلة انه يوقف عشان يضربهم. اوكي بتنفجر سفينتها. وصلت ها. اوه ماي جاد في واحد جاء قدام. والله خسرت المهمة خسرت. اوكي يمديك تطلعين روحي. شوف الحين يهربوا. لا يروح فجرة. اوكي. مهمة فاشلة. تعال فينا في مهمة. يمديني اضغط عليها اشوف وش هي. Pull up your braces and thrust into the crew. قم تسليم سفينة بلك الدبلوماسية. طيب تعال هنا. خلنا نرجع سفينة مدينتنا نشوف ايش صار. يقول لك المخازن اتوقع انها فل الحين. اوروبولا انها 75 فل. فش بسوي؟ لازم نسوي الستورج المستودع. نستهلك 10 طابوق بقينا الحبة. حط يمدي الحين من 75 صار تقريبا 100 وكم 100 وشوي اتوقع. يا صار 125. فاذا بنيت هذا بيصير اكثر. صار الحين شيل 175 فممتاز.
ممتاز ممتاز. طيب عندنا زحمة من الخنازير، الحين يمدينا نسوي الأكل هذا. فبصراحة بخليه عندهم قريب، يحتاج طبوق صح؟ 5 طبوق. بس قبل أعطني ستورج هنا. كفي. ما ادري ايش تبين انت، بس عندي مهمة. شكرا 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 شكرا. والله هذا قاعد ياخذ جزر كثيرة. بسرعة سفينتنا، بسرعة بسرعة، تعال هنا. طيب حنا عندنا جزيرة هنا، الجزيرة هذه لازم نبنيها بسرعة، على الأقل نحط فيها أي شيء. أوكي إحنا عندنا هذا مشكلة، لازم نزيد بسرعة. كيف الملابس قالوا؟ ليش؟ كم باني أنا؟ واحد بس، واحد ما شاء الله عليك، بس واحد. حط ثاني هنا، توقع احتاج اكثر. حط ثالث هنا لان نحتاج، لان احنا قاعدين الحين نسوي الاشرعة فيستهلكون الصوف. اوكي انتبه للعمال عندك فايز، لا يخلصون. وضعهم تمام، نبني هذا ونبني هذا. اوكي الحين المفروض يصير عندنا النقانق، مفروض. اوكي عندنا حديد بالمدينة، عندنا فحم. شقة الفحم مشكلة الفحم، فحم هذا الزيت، بئر نفط. نجمع الفحم، محتاج حرافين. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة، خلنا ننقذ المساجين. طيب والثاني وينه؟ اوه هنا. نقف في المساجين بعدين نروح لهذاك. كمان بسرعة حمد تعالينا الحين. نرجع الجزيرة نشوف ايش صار، وش السالفة، وش السالفة، ليش هذا طلع احمر فجأة؟ يا اخي الملابس هذه مرة غثيثة، مرة غثيثة. عندي زحمة. طيب راح نبني اكثر، الله يعين، راح نحط اكثر، يعني يمكن خاطئ بس بحط اكثر، ابغى الصوف يصير عندي زحمة. من عندي 66 صوف اللي مو ملحق الملابس. يا شباب يا شباب يرحم والديكم. يبغى نطور مستودع، يمدينا نطوره بس ما يمدي الحين. فبنحط مستودع. اوكي على كلام امين، نحط لهم واحد هنا. وصلت سفينتنا. طيب الثاني وينه؟ لا لا الثاني. اوكي كان هنا. الله قيس هذا حقكم وينه؟ مدري القديس مدري شو اسمه. يستهبل مدري وين، بس تعال هنا. قبل شوية كان طالع لي. اوف في انفجار.
يا لا 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 بالخطب بعيش ادخلك هنا. ارجع 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 في انفجار بجزيرتنا. كيف ايش ضاع 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 هنا. طيب شو سوفي تجديد يستهلك 102 خشب. جدد كل شيء وضع تمام ما عدا الملابس. طيب بنزيد انتاجيتهم على كلام امين بس راح يزعلون او ننتظر شوي. خلنا ننتظر شوي. بدي يتعدل احسه بدي يتعدل احسه بدي يتعدل ان شاء الله. انا متاكد والله اذا يمديك تطور معناته بدي يتعدل. ياس بدي يتعدل. نحتاج خبز. هل عندنا قمح هنا؟ عندنا قمح ممتاز. ونحتاج الصابون. الصابون اذا صار عندنا الزحمة من حق الخنازير احنا حنقع نستهلقه بالنقانق. فيمدي نحط معمل واحد حق صابون. مش ياخذ الشحوم بعدين يسوي الصابون. اوكي بخليه هنا. يحتاج حديد. طيب نأجله شوي نأجله شوي. هذا ايش صار؟ والله بطيء. طيب يمدينا نطور سفينة نركب لها تيربو. اوكي ايش صاير بعد؟ كل مخزون فل. الخشب صار عندنا فل الفل. فا حلو حلو هذا شيء حلو شيء حلو. فشو بسوي؟ أول شيء بطور البيوت اللي هنا. الصفة هذه الصفة هذه نحتاج عمال. أوكي حلو. بسوي حديقة هنا بس مو الحين. بحاول أضبط لي حديقة. عندنا طابوق عندنا خشب عندنا كل شيء. فانا بنسوي حق السفن لان في اي لحظه راح سفينتنا تتدمر. فبخلي هنا. مين هذا؟ سفينتنا احنا جايه بالطريق. والله بطيئه. هذا اللي صاير عندي عشان نعطيه. طيب هنا يمدينا نطلع زي سفينتنا. هذا زورق سفينة شراعية. اوكي يمديك تشيل شيء واحد. طيب حنا سفينتنا ايش كان اسمها؟ والله نسيت والله نسيت. سفينة القائد. هل في شيء اسمه سفينة القائد؟ ما ادري بس ابغى هذا اللي يشيل شيئين. طلعوا لنا واحد. اوكي طيب ودي نبدا نشتغل على الخبز القمح بسرعة. كأنك بدأت تتأخر. لا لا لا, لا وضعنا وضعنا تمام وضعنا تمام. القمح الحين نشتغل عليه نضبطه بسرعة. بيكون بالمنطقة هذه. اوكي مزارع القمح. اوكي اوكي تمام. بحط ثاني لان واحد ما يكفي. بدينا احط ياس بديك. يبي يخلونه مو مرتب. لازم تكون مو مرتب يخرب بيتكم. هذا 140 وهذا 140. حلو. بعدين نحط خد
كتب دقيق. هل تحتاج حديد؟ لا. حط ثنتين. Stand to attention for the boss. Don't just sit there. Hand it in. I appreciate that. Really, I do. ما أدري ما عطيتهم الثاني بس أوكي. ما أدري كيف صار عليه. طيب هذا يحتاج 29 طابوق سحبين حنا عليه. فا 29 طابوق للأسف ما عندنا. عندنا 11 بس. ما أدري إيش قاعد تقول أنت. كم عندنا هذا؟ ما يكفي لا. يمديني أسوي ثاني لأن عندنا هنا منجم. فهذا اللي بسويه. عندنا منجم ليش ما نستغله؟ ونيجي نحط له طريق بس. من هنا. اوكي الطريق مضروب بس مو مشكلة مو مشكلة. هل يحتاج وير هاوس؟ اتوقع يحتاج واحد هنا. نحط حق الطابوق جنبه. المفروض احط اثنين. هل يعتبر طريق ولا بيقول ما في طريق؟ ان شاء الله يعتبر طريق ان شاء الله. طيب العمال عندنا فيه نقص شوي. لكن مو مشكلة. بدأنا نسوي قمح. مو كثير بس بدأنا نسوي قمح. بعد القمح. ايش كان يحتاج بعد القمح؟ صابون. صابون لازم حديد. فمعناته لازم نستخدم الفحم حق الخشب. احنا قاعدين نخسر فلوس كثيرة. فالله الله الله يعين. لازم نسوي الجزيرة الثانية بسرعة 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 عشان ناخذ فلوس. بس بنوقف هنا ونكمل ان شاء الله الحلقة الثالثة. يا بدايتنا كذا الحين افضل من بداية الحلقة اللي راحت. فمرة افضل.